السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب نفس الأولى، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم مروة شريف، فرقة تانية من تيم البايو نجاح بدون جشع. بإذن الله هنكمل مع بعض النهاردة محاضرة الكربوهيدرات اللي احنا مخلصناش الفيديو اللي فات. طبعا بس اشوف محدش يسأل ازاي الفيديو كان طويل قوي كده والمحاضرة لسه مخلصتش. يا جماعة ده شابتر كامل بيتشرح في محاضرة واحدة. كمان انا الفيديو اللي فات كان انترودكشن فيه كتير عشان نفهم ازاي هنمشي فيه الماده ونحط بيزكس عندنا في كل الشباتر اللي هناخدها، وكان لازم برضو تفهم يعني، فعشان كده الفيديو كان طول معانا. لكن باذن الله النهارده هنكمل باقي البروبرتيز بتاعه المونوسكرات. بقى لما الجزء ده يخلص ان شاء الله الجزء التقيل فيه الشابتر بتاعنا هيكون خلص. ويلا نبدا مع بعض بقى، يلا كده على طول مع بعض. اكنش بقى خلصت المحاضره كده. اول حاجه هنبدا معانا، وانا قررت يعني ان انا اكتب لكم المحاضره في ورق زي ده. الورق ده اللي انا كنت بقول لكم عليه ان احنا بنعمله بقى عشان نلخص بيه الدنيا ونحط ورقه الشابتر كله يبقى فرقتين يبقى بنفس الشكل ده. بس طبعا هنا مستعجل الكلام شويه عشان خاطر يبقى واضح ليكم. ده الجزء اللي انا هشرحه دلوقتي. هو على فكره الورق ده تعتمدوا عليه، يعني هو الجزء بتاع البروبرتيز كلها، سوري، الخصائص يعني بتاعه المونوسكرات كلها. دلوقتي احنا الجزء اللي انا هقوله ده هو مش عليك، ما تمام، مش موجود في السلايد، ولكن انت عشان خاطر تفهم معايا الجزء اللي انا عايزه اقوله ان شاء الله في الفيديو ده لازم تكون فاهم الحته الكلام اللي انا هتكلم فيه ده دلوقتي. طيب انا عندي حاجه اسمها تشين وحاجه اسمها رينج. طبعا انت فاكر من العضويه السلسله والحلقيه مركبات اللي فيها ليها سلاسل، وكان في ساعات مركبات فيها برانشز، وكانت كمان المركبات الحلقيه والحاجات دي كلها يعني في العضويه. انا طبعا مش هتطرق ليه شغل العضويه بالظبط، ولكن انا الحاجات اللي هنا تبقى بسيطه قوي. اللي انا عايزه اتكلم عنه ان انا دلوقتي قدامي رصيت ذرات الكربون زي ما انت شايف، 6 ذرات، تمام، يعني حطيت حاجه هكسوز، تمام. وجيت عند المركب الاولاني وحطيت هنا زي ما احنا شايفين كده، ديت رمز ايه، او دي المجموعه الوظيفيه بتاعت مين، بتاعت الالدوز. يبقى معنى كده خلاص، يبقى ده سكر الجلوكوز. هنا في اتش بس يا جماعه، تمام، يبقى ده سكر الجلوكوز. طيب جيت هنا رصيت برضو الذرات الكربون تحت بعض بالشكل ده، 6 ذرات، وجيت عند الكربون رقم 2 وحطيت المجموعه الوظيفيه بتاعت الكيتون اللي هي سي دبل بوند او. يبقى انا هنا عملت كده، ده شكل التشين، ده شكل السلسله اللي انا عايزه اوصله لك، ده شكل السلسله. ادي هنا الالدوز بيبقى في الشكل ده، بيبقى عند الكربون رقم 1 زي ما احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت، المجموعه الوظيفيه سي دبل بوند او اتش. وعندي هنا في الكيتون بيبقى عند رقم سي 2 سي دبل بوند او. ده كده الكيتون وده كده شكل التشين. طيب شكل الرنج عامل ازاي؟ الشكل الرنج الكيتون والالدوز بيختلفوا عن بعض في شكل الرنج، لكن هنا لو شفنا في التشين هما الاثنين شكل بعض، ولكن مكان المجموعه الوظيفيه هو اللي بيختلف فقط، جست فقط مكان المجموعه الوظيفيه. لكن في الرنج لا، ده الشكل ذات نفسه كله بيختلف، الفورمولا بتاعتنا كلها بتختلف. في الالدوز بياخد عني الشكل السداسي زي ما احنا شايفين، جيت هنا حطيت في المكان ده بالظبط كده، ادي ذره الاكسجين، حطيت بعدها على طول الكربون رقم 1، وخلينا متفقين ان بعد ذره الاكسجين على طول بحط الكربونه اللي هي هتمسك فيها الفانكشنال جروب بتاعت الكيتون او الالدوز. يبقى انا هنا هحط الكربون رقم 1، يبقى انا كده بقى حطينا كربون رقم 1، يبقى انا هقول ايه؟ هقول الديد، تمام؟ رصيت ادي الكربون رقم 1، وبعدين رصيت بقيه ذرات الكربون بالشكل زي ما احنا شايفينه. ادي الكربون رقم 6 رميتها بره، ده كده الالدوزز بيبقى شكله سداسي. طيب بالنسبه للكيتون بيبقى شكله خماسي بالشكل ده، الفورمولا بتاعته شكل خماسي. ادي هنا عندنا ذره الاكسجين، حطيت بعدها على طول، انا قلت ان انا بحط الكربونه اللي هتمسك فيها المجموعه الوظيفيه. طيب انا هنا في الكيتون المجموعه الوظيفيه بتاعتها بتمسك في الكربون رقم 2، الكربون رقم كام؟ اللي هي الكربون رقم 2. يبقى انا هحط بعد الاكسجين على طول الكربون رقم 2. طب الكربون رقم 1 رميتها بره عادي خالص اهي، حطيتها هنا في المكان ده، وكملت تركيب ذرات الكربون زي ما احنا شايفينه، ده الكربون رقم 6. يبقى انا عندي الالدوز بيبقى شكله سداسي بالشكل ده، والكيتون بيبقى شكله خماسي. ده بالنسبه للرينج، ده بالنسبه للتشين، تمام. طيب حاجه كمان برده نعرفها، حاجه اسمها الانوميريك كربون اتوم. الانوميريك كربون اتوم يعني ايه باختصار شديد قوي؟ يعني الكربون رقم 1 في الالدوز والكربون رقم 2 في الكيتون. يعني بمعنى اصح مكان الكربونه اللي بيمسك فيها المجموعه الوظيفيه بتاع الالدوز بتاع الكيتون، يعني بمعنى اصح المجموعه الوظيفيه بتاع الكربوهيدرات سواء كانت الدوز وسواء كانت كيتون، تمام. تمام انا قلت ان انا عندي المجموعه الوظيفيه اصلا بتاع الكربوهيدرات هي مين، اما انها تكون الدوز او تكون كيتون، تمام. تمام خلاص انا كده خلصت الجزء الانترودكشن بتاعي، هدخل بعد كده على الفيزيكال بروبرتيز اوف الكربوهيدرات. الفيزيكال بروبرتيز اوف الكربوهيدرات بتقسم عندي الى ايه؟ لحاجتين، حاجه اسمها اسيمتريك كربون اتوم، وحاجه اسمها ايزومرزم. طبعا الايزومرزم ده هنتكلم فيه ليه كذا كاتيجوري تحته، طبعا هو يشبه الايزومرزم اللي احنا خدناه في العضويه بس مش بشكل كبير توسع وكده، ان انت تلاقي كل البيوتان كان ليه مليكم 4 ايزومرزم والحاجات دي كلها، لا مش الدرجه دي، يعني مش هنتطرق قوي للحاجات اللي زي دي، ده حاجات بسيطه جدا عندنا هنا في الكربوهيدرات. هنا عندنا الاسيمتريك كربون اتوم،
طب معلش بقى انت ليه بتسالني بصراحه دلوقتي؟ انت اصلا ما قلتلناش السيمتري عشان تقول لنا الاسيمتري. طيب الاس ده عندك حق بصراحه في السؤال ده. السيمتري او السيمتريك كارب اتوم يعني ايه؟ يعني انا عندي سيمتريك اصلا يعني متماثل، ترجمه برضو حرفيه انجلش يعني متماثل. دلوقتي انا عندي ذره كربون بالشكل ده، تمام؟ طبعا ذره الكربون بيبقى ليها 4 بوند، بقول عندي ان بتبقى متماثله الذرات اللي بتمسك فيه ذرات الكربون او ايا كان الجروبس بتكون متماثله او متشابهه، وتكون على الاقل 2 او 3، 2 او 3 او 4، ما تقلش عن كده، 2 او 3 او 4 يكونوا متماثلين مع بعض عشان اقول عليها ان هي سيمتريك كربون اتوم. طيب الاسيمتري بقى، الاسيمتري يعني غير متماثل، ما هي الايه عن النفي. الاسيمتري كربون اتوم ادي عندي ذره الكربون زي ما احنا شايفين، كل العناصر او المجموعات اللي ماسكه فيها مختلفه، هنا هو اتش اتش ان ايه ان، مفيش حاجه زي الثانيه، فمعنى كده ان لازم كلهم هنا يكونوا مختلفين. فتعريف الاسيمتريك الكربون اتوم، ودي بقى اللي عليك اصلا، الاسيمتريك الكربون اتوم يعني ايه؟ يعني عباره عن كربون بوند از اتاتشد تو فور، خلينا يعني حته ناكد عليها، فور ديفرنت اتوم اور جروبس، فور ديفرنت اتوم اور جروبس، فور ديفرنت اتوم اور جروبس، زي احنا شايفين كده فور ديفرنت اتوم اور جروبس. طيب يبقى دي مين دي الاسيمتري؟ معلومه بقى ان شاء الله تجيلك في الامتحان. بيقول عندي ايه؟ اول امينو اول سوري اول المونو المونو سكرات كلهم تبقى اسيمتريكال كربون اتوم ما عدا اكسبشن، واكسبشن اللي انا معلمه لك عليها كده بعلامه حمراء اهي اهي. اكسبشن مين بقى؟ اللي هي الداي هيدروكس اسيتون. افتكر معايا المحاضره اللي فاتت انا كنت حاطه الداي هيدروكس اسيتون في كاتيجوري، كنت حاطاها في التيروزس اللي هي سكريات اللي فيها ثلاث ذرات كربون، وكان كيتون كان ايه؟ كان اللي فيه ثلاث ذرات كربون تيريوزس وكان كيتون. ادي حطيت عندي زي ما انت شايف ذرات الكربون اهي سي 1 و 2 و 3 رصيتهم، وجيت عند سي 2 وقمت حاطه ايه؟ المجموعه الرزغيه بتاعت الكيتون اللي هي سي دبل بوند او. طيب هنيجي هنا نشوف الكربون رقم 1، يلا نقول هي سيمتري ولا اسيمتري. لو جيت ابص هي ماسكه ادي فوق هنا ب اتش وهنا ب اتش، وادي هنا سي وهنا سي، طيب وهنا مين؟ وهنا او اتش. انت كده هسيبك انت ترد، هي سيمتري ولا اسيمتري؟ معظمك هيقول اسيمتري، اثبت لك انها سيمتري. طيب انا قلت في السيمتري ان انا عندي لازم يكون 2 او 3 على الاقل متشابهين، هنا انا عندي ادي 2 اهم اتش واتش اهم متشابهين. طب حتى لو انا يا عم ما قلتلكش كده ان لازم 2 او 3 يكونوا متشابهين، انا قلت هنا في الاسيمتري ايه؟ ان لازم يكون عندي الفور بوند او الفور اتومز او جروب لازم يكونوا ديفرنت، لازم الاربعه عشان اقول عليها اسيمتري لازم الاربعه يكونوا مختلفين. طيب يبقى معنى كده ان انا عندي الكربون رقم 1 سيمتري، طيب الكربون رقم 3 نفس نسق الكربون رقم 1 اسيمتري، طيب الكربون رقم 2 لو جينا بصينا لها انا هبص لها ككل، يعني هبص للجزء اللي فوقها ككل، المجموعه دي كلها على بعضها كده زي ما انا محدده عليها كده، هي مش دي نفس المجموعه اللي تحت نفسها؟ فمعنى كده ان الكربونه رقم 2 هي كمان فيها، معنى كده ان الكربونه رقم 2 هي كمان فيها سيمتري، يبقى معنى كده ان المركب كله عباره عن سيمتريكال كربون اتوم، يبقى كل المونوسكرايد بتاعتي اسيمتريكال كربون اتوم ما عدا الداي هيدروكس اسيتون الوحيد بس اللي سيمتريكال كربون اتوم، ودي اثبتنا بالدليل القاطع. كده اقول لك ان احنا خلصنا اول جزء من الفيزيكال بروبيرتيز بتاعه الكربوهيدرات وهي الاسيمتري، وفهمنا يعني ايه اسيمتري، يعني يكون عندي كربونه البوندز اللي حواليها تكون الاربع بوند اللي حواليها يكونوا في ديفرنت مختلفين في الاتومز او الجروب اللي ماسكين فيها عشان اقول عليها اسيمتريكال كربون اتوم، وقلت ان كل المونوسكرايد اسيمتريكال كربون اتوم ما عدا الداي هيدروكس اسيتون، ودينا اثبتنا بالدليل القاطع. دلوقتي هندخل على الجزء الثاني وهو حاجه اسمها الايزوماريزم. الايزوماريزم عندنا فيها كاتيجوريز، حاجه اسمها دي ال ايزمر وديت احنا اتكلمنا عليها او نوهنا ليها المحاضره اللي فاتت، وقلنا حاجه اسمها انومرز ودينا اتكلمنا فوق عن الانوميريك، وحاجه اسمها ايبيمرز وحاجه اسمها فانكشنال جروب. دلوقتي احنا هندخل على الايزمرز، اول حاجه هناخدها في الايزمرز هي الفانكشنال جروب. فانكشنال جروب يعني معنى كده ان انا هتكلم على الالدهيد والكيتون، الفانكشنال جروب بتاعه الكربوهيدرات اللي هي الالدهيد اور كيتون. طيب انا جيت هنا رسمت عندي ده الجلوكوز، تمام، حرصت ذرات الكربون زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وجيت عند المجموعه الاولى وحطيت ال اللهم صل على النبي الفانكشنال جروب بتاعه الالدهيد بالشكل ده، وجيت رسمت هنا ده الفركتوز
تمام. وبرده جيت عند الفركتوزن، عارفين هو كيتون، جيت عند الكربون رقم 2 وحطيت المجموعه الوظيفيه بتاع الكيتون اللي هي سي دبل بوند او، وجيت هنا عند الكربون رقم 3 وهتلاقيها برده بلون مختلف بالنسبه للاو اتش والاتش. هنا موقع مكان الاو اتش والاتش، لو انا بصيت هلاقي ان كل بتاع ده المركب عندي ماشي الاو اتش ناحيه اليمين، ناحيه اليمين، ما عدا الكربون رقم 3 الاو اتش ناحيه الشمال. فانا كتبت لك الثالثه شمال عشان تختلف، عشان تفتكر، سوري عشان تفتكر الثالثه شمال. الناس بقى تحضر هنا. طيب الفانكشنال جروب يعني ايه؟ يعني معنى كده هو الايزومر بيبقى نظير، بيبقى عندهم اختلاف في حاجه واحده، بيبقى عندهم اختلاف في حاجه واحده بس، او حاجه معينه كده، حاجه واحده بيبقى فيها اختلاف، صح؟ ده معنى كلمه ايزومر، نظير بيبقى عنده اختلاف في حاجه واحده. فانا هنا الاختلاف بتاعي في الفانكشنال جروب، لو انا جيت هنا بصيت، بص كده هتلاقي هنا ايه؟ نفس كل حاجه، نفس الترتيب، او اتش او اتش اتش اتش، حتى الكربونه الثالثه اللي فيها اختلاف هنا الاو اتش على الشمال، هنا برضو الاو اتش على الشمال، فالثالثه شمال في الجلوكوز والفركتوز. فاجي هنا اقول ان الفركتوز والجلوكوز ايزومر لبعض، ولكن في الفانكشنال جروب هي المختلف عندي، ان ده عندي الجلوكوز عندي الدهيد، والبتاع ده اسمه ايه، الفركتوز عندي كيتون. يبقى الاختلاف هنا بيكون في المجموعه الفعاله، ده تفسير الايزومر في المجموعه الفعاله، انا عندي الاختلاف بيكون بس في المجموعه الفعاله، ده شكل الجلوكوز. هو انا لو جيت اقول لك هنا واسالك انت دلوقتي شايف ايه، انا شايف جلوكوز وفركتوز. طب انت عرفت ايه من الرسمه؟ اول حاجه عرفت ان ده جلوكوز وده فركتوز. ليه؟ عشان خاطر المجموعه الفعاله هنا موجوده عند الكربون رقم 1 فده الدهيد، المجموعه الفعاله هنا موجوده في الكربون رقم 2 فده كيتون. تاني حاجه اختلاف في الكربون رقم 3، هنا الاو اتش على الشمال، برده هنا الاو اتش على ايه، على الشمال. خلاص يبقى انا كده عرفت ان الثالثه شمال كده، تمام، عرفت ان ده كده، ده تفسيرك للشكل اللي انت شايفه، فده كده بالنسبه للايزومر بتاع الفانكشنال جروب. تمام تمام. ندخل على تاني ايزومر معانا، وهي حاجه اسمها دي ال ايزومر. الدي الايزومر انا نويت عليها المحاضره اللي فاتت، ولكن مفيش مشكله نقولها تاني دلوقتي. الدي الايزومر هو انا هنا ما رسمتش مركب كامل عموما، ولكن اللي انا عايزك تاخد بالك منه، انا ادي هنا رسمت الكربون رقم 1 وحطيت الفانكشنال جروب بتاعت مين، بتاعت اللي مثلا نعمل الالدهيد، وادي عندنا هنا عند جيت عند الكربون 2 وحطيت لها الفانكشنال جروب وقلت لك ده كيتو، تمام خلاص عشان بس نبقى عارفين الالدهيد والكيتو. طيب جيت عند هنا الكربونه الاخيره دي، دي بنسميها مش هي الكربونه الاخيره، الاخير يعني تيرمينال، فانا سميتها التيرمينال كربون، تمام. والكربونه اللي قبلها على طول اللي قبلها يبقى ايه، سب تيرمينال، مش قبل يعني فوق يعني سب، صح، سب تيرمينال. طيب دي بقى السب تيرمينال كربون. فالدي ال ايزومر، الدي والال ايزومر بيشتغلوا على السب تيرمينال كربون. انا كان عندي هنا في الفانكشنال فوقها الفانكشنال اسمها الفانكشنال جروب ايزومر، كان بيشتغل على الفانكشنال جروب بتاعت الالدهيد والكيتو، لكن في الدي ال ايزومر هيشتغل على السب تيرمينال كربون، تمام. هشتغل على مين؟ هشتغل على السب تيرمينال كربون. لو جيت بصيت هنا هلاقي هنا ايه، الاو اتش هنا ناحيه اليمين والاتش شمال. لو جيت بصيت على المركب ده هلاقي الاو اتش هنا ناحيه الشمال والاتش يمين، اهو ده اللي انا بتكلم فيه. طيب يقول لي ايه هنا بقى، فده بيسميه حاجه اسمها ديكستروتاتوري. ديكستو في الـ في الـ في الـ في الكيمستري عندنا يعني رايت، ناحيه الرايت، و ان تكون الاو اتش ناحيه الشمال حاجه اسمها ليفروتاتوري او ليفت ليفروتاتوري دي عندنا في الكيمستري ليفت بالجمله اللي هي الانجليش بتاعتها. فهنا الدي والال ايزومر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجه بنسميها مكان الاو اتش فين؟ في السب تيرمينال كربون. يبقى انا الدي ال ايزومر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على مكان السب تيرمينال مكان الاو اتش في السب تيرمينال كربون فين؟ لو انا جيت بصيت هنا بيقولوا عليها حاجه اسمها ميرور، بيقولوا في الدي والال ان هما الاثنين ميرور لبعض. ان انا وانا واقف في المرايه ايدي اليمين تبقى الناحيه الشمال، وايد الشمال اللي هي زي ما احنا واقفين في المرايه يعني كده، هو بالظبط. فهما بيقولوا ان الدي والال دول بيبقوا ميرور لبعض، يعني ممكن كده مو معلومه يعني تعرفها خلاص ان هما بيبقوا ميرور لبعض، تمام. يبقى انا تاني بقول في الدي والدي والال، الدي والال ايزومر يعني ايه، هنا بينظر لايه؟ بينظر الى مكان زار مكان مجموعه الهيدروكسين مجموعه الاو اتش في السب تيرمينال كربون، هي ناحيه يمين ولا شمال؟ لو يمين بنسميها حاجه ديكستروتاتوري،
لو شمال حاجة اسمها ليفي روتاتوري ناحية الليفت. بص انت تحفظ الليفت ان هي ال ودي خلاص انت اوريدي هتبقى عارفها تمام. دي ليفت جام سوري ال ال جام ليفت يعني شمال. بنقول هنا ان انا عندي الموست اوف مونوساكرايد بتبقى موجوده في الدي 4، ودي حاجه على فكره انا قايلها لكم برده المحاضره اللي فاتت بس انا ما كنتش قلت لكم مش عايزه اتطرق واشرح فيها ان احنا ليها شرح موجود اهو. يبقى ديت ايه ده بالنسبه لي الدي والال. تاني ببص على مين؟ على مجموعه الاو اتش في السب تيرمينال كاربون، لو هي ناحيه اليمين تبقى دي، لو ناحيه الشمال تبقى ايه؟ تبقى ال تمام. في السب تيرمينال كاربون على طول موجوده هنا، عشان هقول لك على حاجه مهمه بعد شويه. طيب ده بالنسبه لي الدي والال ايه؟ الدي والال ايزومر. عندنا بقى حاجه اسمها الانومرز. هو انا مش لسه هحكي لك عن الانوميرك تمام، وعرفتك الانوميرك دي يعني ايه. طيب دلوقتي بقى انا هتكلم عن الانومرز، ونشوف انا دلوقتي هتكلم عن الرينج اللي انا قلت لك في الاول وراتك الحلقات. الرينج دي سداسيه، يعني معنى كده ان ده مين؟ الديهيد. انا قلت السداسي يبقى مين؟ الديهيد. طيب الرينج دي خماسيه، الخماسي كان مين؟ كان الكيتون. برافو برافو عليك خالص. طيب الالديهيد انا بحط ذره الاكسجين هنا، وراها على طول ذره الكربون رقم واحد اللي بيبقى فيها المجموعه الوظيفيه بتاعت الالديهيد. طيب هنا الانيمرز بيقول ايه؟ الانيمرز هنا بيحكم عندي على الايزومر على حسب ايه بقى؟ according to distribution، التوزيع بتاع مجموعه الاو اتش. ازاي؟ ازاي؟ انا لو هاجي ابص هبص على الذره ذره الكربون اللي هيكون عندي فيها فانكشنال جروب، واشوف مجموعه الاو اتش ماسكه فيها من اي ناحيه. بمعنى تاني وضحي اكتر. طيب دلوقتي مش انا قلت ان ده الديهيد، وقلت ان الالديهيد مجموعه الكربون الاولى اللي بقى فيها الفانكشنال جروب بتاع الالديهيد بتمسك على طول ورا الاكسجين. صح صح. دلوقتي مجموعه الاو اتش اللي ماسكه فيه الكربونه دي لو هي ناحيه تحت هسميها الفا، لو هي فوق، لو هي ماسكه ناحيه فوق هسميها بيتا بالشكل ده. ادي مجموعه الاو اتش ماسكه ناحيه فوق هسميها بيتا، لو هي ماسكه ناحيه تحت هسميها الفا. طيب ادي مجموعه الكيتونز. طيب هي نفس الحكايه برده، ادي الكيتون. لو هي في ذره الكربون رقم 2 اللي هي بتبقى ماسكه فيها المجموعه الوظيفيه بتاعت الكيتون، لو الاو اتش باصه لفوق ماسكه فوق يبقى انا هسميها بيتا. طب لو الاو اتش ماسكه تحت هسميها مين؟ هسميها الفا. تمام. هو ده الانيمرز. الانيمرز بتاعي بيتكلم على الشكل الحلقي للالديهيد والكيتون. زي ما انا قلت الديهيد شكل سداسي، كيتون شكل خماسي، الكربون رقم واحد بتمسك بعد ذره الاكسجين في الالديهيد عشان خاطر اللي فيها الفانكشنال الجروب بتاع الالديهيد. لو انا الاو اتش بتاعتي ماسكه من ناحيه تحت هسميها الفا، لو الاو اتش ماسكه من ناحيه فوق هسميها بيتا. في الشكل الخماسي بتاع الكيتون عندي ذره الكربون رقم 2 اللي هي المجموعه الوظيفيه بتاع الكيتون بتمسك في المكان على طول، الرابطه اللي بينها وبين ذره الاكسجين الاولى على طول. لو الاو اتش بتاعتي ماسكه ناحيه فوق يبقى انا هسميها بيتا، لو الاو اتش بتاعتي ماسكه ناحيه تحت هتبقى الفا. بقول دي بتبقى على حسب ايه؟ اكوردنج تو الديستريبيوشن بتاع الاو اتش. كده انا خلصت الانيمرز. خش على اخر حاجه معانا هاني، انا قلت لكم هي محاضره لذيذه وخفيفه، حاجه اسمها الابيمرز. الابيمرز بقى فيها شويه شغل كده تمام. نبص على الثلاث مركبات اللي معانا دول، معايا الجلوكوز والمنوز والجالكتوز. شايف حاطه في كل فيهم دي عشان خاطر كل واحده فيهم في ايه؟ عشان خاطر كل واحده فيهم الاو اتش ايه؟ الاو اتش ناحيه اليمين. حلو. طيب فانا دلوقتي لو انا جيت بصيت رسمت كلهم الديهيد، ادي إيه حطيت المجموعه الوظيفيه بتاع الالديهيد اهي تمام. جيت عند الكربونه رقم 3، زي ما انا قلت ان الكربونه رقم 3 بتشذ عن القاعده في الجلوكوز وبتبدل اسمها دي الاو اتش بتبقى ناحيه الشمال. هو الجلوكوز والاو اتش فيه كلها ناحيه اليمين ما عدا الكربون رقم 3 زي ما احنا شايفين كده بتشذ عن القاعده، وبلاقي الاو اتش بتاعتي بتبقى ناحيه الشمال. تمام تمام. طيب تبقى بقى لو انا جيت بصيت هنا على المنوز هتبقى ايزومر زي للمنوز. بلاقي هنا ذره المنوز او مركب المنوز الاو اتش بتبقى على اليمين على الشمال برده في الكربون رقم 2. واحنا قايلين واحنا قايلين ايه؟ احنا قايلين ان الاختلاف في الايزومر بيبقى في كربون واحد، في عندهم اختلاف واحد. دلوقتي انا لو جيت ابص هلاقي ان الجلوكوز هو نفس المنوز ما عدا الكربون رقم 2، الاختلاف بيبقى في مكان الاتش والاو اتش بس، يبقى الاتنين ايزومر لبعض. طيب لو جيت ابص على الجالاكتوز، الجالاكتوز هلاقي برضو في نفس الحكايه، الكربون رقم 3 نفسها نفس الجلوكوز، الاو اتش ناحيه الشمال. لا وكمان زاد عليه ان الكربونه كمان رقم 4 الاو اتش برضه ناحيه الشمال، فده الاختلاف.
ادي معلمه لك على الاختلافات بالوان مختلفه. تمام، يبقى انا عندي الجلاكتوز والجلوكوز ايزومر لبعض، والجلوكوز والمنوز ايزومر لبعض. طيب عشان اقول ان دول من نوع ايبومرز، عشان اقول ان الايزومر دول من نوع الايبومرز، لازم يكون عندي شرطين. هو انا اصلا يعني ايه ايزومر من نوع ايبومرز؟ ايزومر من نوع ايبومرز يعني بيكون ديفرنس في 1 كربون اتوم، تبقى في ذره واحده بس. زي ما احنا شايفين الاختلاف كان مع المنوز في ذره الكربون الثانيه، اهو اختلاف المنوز كان ذره الكربون الثانيه، واختلاف الجلاكتوز كان في ذره الكربون الرابعه. حلو. طيب الايبومرز بقى، عشان اقول عليه ايبومرز كمان في شرطين، ان الكربونه دي الكربونه سي دي ما تكونش الدوزس او كيتوزس. اصل هي لو الدوزس او كيتوزس، يعني لو الاختلاف في الاختلاف في الكربونه دي هتبقى من الايزومر بتاع الفانكشنال جروب طبيعي. ما هو لو الدوز او كيتوز احنا قايلين هتبقى فانكشنال جروب. طيب تاني حاجة كمان، ما تكونش السب تيرمينال اتوم، ما تكونش الاختلاف في السب تيرمينال اتوم في الذرة اللي هي القد الاخيرة. اصل هي لو في الذرة القد الاخيرة هتبقى مين؟ اسر يا جماعة، هتبقى في الدي والال، اسف يا جماعة، هتبقى في مين؟ هتبقى في الدي والال ايزومر. تمام، فانا عشان اقول على ال اسمها دي المركبين دول ايبومرز لبعض، لازم يكون عندي اختلاف اول حاجه في واحده بس من الكربون اتوم، وشرطين مهمين جدا عشان يبقوا ايبومرز، ان الكربونه دي ما تكونش الدوز او كيتوز، عشان هي لو الدوز او كيتوز هتبقى من ايزومر من الفانكشنال جروب، ولا تكون سب تيرمينال اتوم، عشان هي لو سب تيرمينال اتوم هتبقى من الدي والال، هي الدي والال ايزومر. يبقى انا كده خلصت النهارده الفيزيكال بروبرتيز بتاعتي. لو جيت اراجع كده بشكل سريع الفيزيكال بروبرتيز، بدانا بمين؟ بدانا كده باول حاجه انتدكشن بس عشان نفهم الانوميريك كربون اتوم الحاجات دي كلها. بعد كده قلنا عندنا حاجه اسمها اسيمتريك وايزومرزم، وقلنا الاسيمتريك لازم اول افهم يعني ايه اسيمتريك، ان انا عندي ذره الكربون حواليها الثلاث او اثنين من اول الاربعه كلهم متشابهين، اما الاسيمتريك لازم يكون الاربعه كلهم مختلفين. وقلنا عندنا ان كل المونوساكرايد بتاعتي اسيمتريك ما عدا الداي هيدروكسيلتون، واثبتنا ده. وبعد كده دخلنا على الايزومرزم بتاعتي، وقلنا عندنا الدي والال والايمرز والابيمرز والفانكشنال جروب، واتكلمنا اول حاجه معانا على الفانكشنال جروب، وقلنا فيها ان انا عندي الاختلاف بيكون في الفانكشنال جروب بتاعتي. وقلنا مثال كان عندي الجلوكوز والفركتوز، وقلنا الاختلاف كمان في اللي هي بتبقى الحاجه اللي بتشذ في القاعده في الجلوكوز، وحاجه مميزه لي ان انا عندي الثالثه شمال، يعني الاو اتش بتاعتي تبقى ناحيه الشمال، لان في الجلوكوز كل الاو اتش بتاعتي تبقى ناحيه اليمين ما عدا الكربونه رقم 3 بتبقى ناحيه الشمال، فانا افتكرها على طول بالثالثه شمال. ففي الفانكشنال جروب الايزومر بتاعي بيبقى عباره عن الاختلاف في المجموعه الوظيفيه، اما انها تكون الدهيد او كيتون زي ما احنا شايفين الفركتوز، ومثال عليها الفركتوز والجلوكوز الاثنين ايزومر لبعض بمثال عليها الفانكشنال جروب. طيب بعد كده عملنا ثاني حاجه اسمها الدي والال ايزومر. الدي والال ايزومر قلنا ان انا ببص على حاجه اسمها السب تيرمينال كربون اتوم، كربونه رقم الكربونه اللي قبل الاخيره، هي ديت الكربون اللي انا بحدد الايزومر من خلالها. لو هي ناحيه اليمين فبنسميها حاجه اسمها بتبقى دي ديكستروتاتوري، يعني دي. لو هي ناحيه الشمال فبنسميها ليفروتاتوري، يعني ناحيه الايه ناحيه الشمال. فهنا الاختلاف بيكون في الكربونه اللي قبل الاخيره، نعرفها كده الدي والاكس الدي والال، الاختلاف في الكربونه قبل الاخيره. بقول هنا ان الموست مونوساكرايد كمان بتبقى في موجوده عندنا في الدي فورم. بعد كده اتكلمنا على الايبومرز او اللي اسمها ايه الانومرز. قلنا عندنا الانومرز ديت اللي هي بتشتغل على الرنج، شكل الرنج في الالدهيد والكيتون، وقلنا في الالدهيد بيكون عندي شكل سداسي، اما الكيتون بيكون عندي الشكل خماسي. وقلنا ان انا هنا ببص على الديستريبيوشن بتاع الاو اتش، لو انا عندي الديستريبيوشن بتاعي ناحيه فوق فبنسميها بيتا، لا بنسميها بيتا، والديستريبيوشن بتاعي بيبقى ناحيه تحت فبنسميها الفا. نفس الحكايه برضو على الكيتون، ولكن الفرق ان انا عندي الشكل الفراغي للالدهيد بيبقى سداسي، اما الشكل بتاع الكيتون بيبقى خماسي. بعد كده بقول عندي الايبومرز. الايبومرز ديت انا عشان اقول ان المركبات ايبومرز لبعض، بقول ان انا عندي لازم يكون ديفرنس بتاعي في 1 كربون اتوم زي ما احنا شايفين، ويكون عندي شرطين، ان يكون عندي الكربونه ديت مش الدوزت او كيتوزت، عشان هي لو الدوزت او كيتوزت هتبقى فانكشنال جروب، وكمان عندي السي دي ما تكونش سب تيرمينال اتوم، عشان هي لو سب تيرمينال اتوم هتبقى من ايه؟
من دي والال ايزومر. وقلنا عندنا المثال عليها ان الجلوكوز بيبقى ايزومر للمنوز والاختلاف بتاعه يكون في الكربون الرقم 2، الاو اتش بتبقى ناحيه الشمال في المنوز. اما بالنسبه الجلوكوز كمان مثال عليها الجلوكوز والجلاكتوز بيبقى ايزومر لبعض والاختلاف عندي بيكون في الكربون الرقم 4 في الجلاكتوز. الاو اتش بتبقى ناحيه مين؟ تبقى ناحيه الشمال. وهنا اقدر اقول ان احنا خلصنا الجزء التقيل بتاعنا في المحاضره في الشابتر كله عموما. وان شاء الله فاضل جزء صغير هينزل لكم ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله النهارده بالتوفيق. ولو في اي سؤال يا جماعه تكتبوه لنا في الكومنتات او في فورم فيدباك، وربنا يوفقكم وربنا معاكم يا رب في اللي جاي.